منخفضان جويان يؤثران على المملكة خلال هذا الأسبوع، الأول خلال الساعات القليلة القادمة من الدرجة الثانية، والآخر يوم الأربعاء من الدرجة الرابعة. تفاصيلهما نستعرضهما في هذه النشرة بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاء للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. إذن أسبوع قطبي بامتياز ينتظر المملكة، حيث تتأثر المملكة خلال الساعات القليلة القادمة اعتبارا من ساعة عصر نهار اليوم الأحد بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، وهي درجة المنخفض الجوي الاعتيادي، حيث تبدأ تعبر المملكة جبهة هوائية باردة اعتبارا من ساعة عصر نهار اليوم الأحد، تهطل زخات الأمطار تترافق أيضا مع زخات من البرد، أيضا قد تترافق مع أمطار مخلوطة بالثلوج في القمم الجبلية العالية كنتيجة لترافق هذا المنخفض الجوي بكتلة هوائية باردة. هذا المنخفض الجوي تستمر تأثيراته حتى يوم الاثنين، اعتبارا من ساعات مساء يوم الاثنين يستقر الطقس، يوم الثلاثاء طقس مستقر لكن هذا الاستقرار مؤقت، قبل أن تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي جديد يوم الأربعاء تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة، وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية، يكون مصحوب بكتلة هوائية قطبية، أمطار غزيرة، أيضا ثلوج على ارتفاعات متدنية تلامس حتى العاصمة عمان، وتكون أيضا متراكمة ولعدة أيام. نبدأ نشرتنا باستعراض هذه الخريطة لتوزيع الأمطار والثلوج والضغوط الجوية المتوقعة من نهار يوم الأحد وحتى يوم الخميس، أي طيلة الأسبوع الحالي. يوم الأحد، هذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية يتمركز إلى الشمال الشرقي من الأراضي السورية، يترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة التي ستبدأ تعبر أجواء المملكة خلال ساعات عصر نهار يوم الأحد، وتتسع تأثيرات هذه الجبهة الهوائية الباردة والغيوم المطر المرافقة لهذا المنخفض الجوي مع ساعات ليل الأحد على الاثنين مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة. تأثيرات هذا المنخفض الجوي ستتركز في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية. هذه الهطولات المطرية تكون على شكل زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية. تستمر تأثيرات هذا المنخفض الجوي حتى ساعات مساء يوم الاثنين على أن تتراجع الفعالية الجوية مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء. يوم الثلاثاء يستقر الطقس بشكل عام، لا فرصة للأمطار في عموم مناطق المملكة، تبدأ تهب على المملكة رياح جنوبية غربية مع اقتراب هذا المنخفض الجوي الذي تشكل إلى الجنوب الغربي من الأراضي التركية خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، مع اندفاع لكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة نحو شرق البحر الأبيض المتوسط. خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء وليل الثلاثاء الأربعاء يتحرك هذا المنخفض الجوي شرقا باتجاه جزيرة قبرص، يترافق مع جبهة هوائية باردة عالية الفعالية تبدأ تقترب من منطقة بلاد الشام خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، وتصل أجواء المملكة خلال ساعات عصر ومساء يوم الأربعاء على شكل انخفاض ملموس على درجات الحرارة، رياح نشطة، زخات أمطار غزيرة مترافقة أيضا مع البرد، وأيضا زخات من الثلوج المتراكمة فوق 800 متر، وبالتالي تشمل حتى أجزاء واسعة من العاصمة عمان والأجزاء العالية أيضا من المدن الرئيسية. تستمر تأثيرات هذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس، تستمر فرص هطول زخات الثلوج فوق عموم مناطق المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر، وتستمر أيضا تأثيرات هذا المنخفض الجوي خلال ساعات نهار يوم الخميس على شكل أيضا زخات ثلجية فوق القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، وبالتالي ستكون العديد من مناطق المملكة تشهد تراكمات ثلجية خلال ساعات نهار يوم الخميس مع استمرار تأثيرات هذا المنخفض الجوي واستمرار تدفق المزيد من الغيوم الماطرة والثلجية من شرق البحر الأبيض المتوسط. نعود الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث ما بدأ تأثر المملكة بالمنخفض الجوي من الدرجة الثانية تهطل زخات من الأمطار، قد تكون أمطار مخلوطة بالثلوج، 3 درجات مئوية حرارة مقاسة المحسوسة درجتين مئويتين تحت الصفر،
الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين تبقى بقايا تأثيرات هذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على من الدرجة الثانية. أجواء باردة 4 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 0 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استقرار مؤقت على الطقس 8 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 2 درجة مئوية فقط. أما يوم الأربعاء تبدأ المملكة تتأثر بالمنخفض الجوي من الدرجة الرابعة مع ساعات العصر والمساء. زخات ثلجية متوقعة في العاصمة عمان مع 4 درجات مئوية، وتشتد الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل. ثلوج غزيرة مع درجة مئوية واحدة فقط فوق الصفر خلال ساعات الليل، وبالتالي ستكون الثلوج متراكمة خلال هذه الفترة. نعود الآن لتوقعات الجوية ليوم غد لباقي المدن، ونبدأها من المنطقة الشمالية حيث تتأثر بالمنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية وهي الدرجة الاعتيادية. أجواء غائمة مع زخات من الأمطار على الفترات. المفرق 6-0، إربد 8-3، جرش 7-2، وعجلون 6-2. المنطقة الوسطى الزرقاء 7-1، البلقاء 5-2، عمان 4-0، مأدبة 5-0، والبحر الميت 12-9 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 5-2، الطفيلة أمطار مخلوطة بالثلوج مع 5-1، الشوبك 3-1.1 مع أمطار ثلجية، ومعان تفرق لبعض الغيوم 8-1، والعقبة 16-9 درجات مئوية. المنطقة الشرقية زخات من الأمطار في الأزرق 9-1.0، الصفاوي 8-3 درجات مئوية تحت الصفر مع فرصة لأمطار ثلجية خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، ورويشد أجواء غائمة جزئيا مع 10-2 مئويتين تحت الصفر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.